مشروع قانون الاستثمار الذي كان ينتظره الجميع، وكانت في إطار تعهدات السيد رئيس الجمهورية عرضنا ما جاء به هذا القانون من تحفيزات وفي نفس الوقت من مبادرة حرة بالنسبة للمستثمر في حالة يستثمر بأمواله الخاصة، وفي نفس الوقت إعطاء ما هي الأنشطة والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها. وما ركزنا عليه في التقديم على أساس هذه المنصة الرقمية التي سوف تحارب كما قال رئيس الجمهورية إشكالية البيروقراطية وتكون أكثر شفافية وأكثر مساواة ما بين المستثمرين. وفي نفس الوقت عرضنا في كذلك أن حتى النصوص التنظيمية كذلك هي محررة وموجودة والتي سوف تصدر مباشرة بعد المصادقة على قانون الاستثمار، والتي ركزنا كذلك في عملية اختيار الاستثمارات على أساس تقييم من حيث المبلغ الاستثمار، من حيث موقع هذا الاستثمار، من حيث التمويل، الاستثمار كان تمويل ذاتي خاص، وفي نفس الوقت من حيث خلق مناصب الشغل.